كان كنشوف الاعمال ديالي بدقه وكنعاودها في الانترنيت وكنعاود نشوفها لانه بصح كنبغي ندير لا ميزاجور لراسي في حاجه اخرى وكنبغي نقول لا هنا ما كان خصني ندير هادي وهنا كان خصني ندير هذه دي. ما كل الحال مشى فكتحاول انك تدارك الموقف في اعمال اخرى اللي هي جايه ما كنتبع الاعمال ديال رمضان ديالي ولا حتى ديال الفنانه اللي معايا كاين ان شاء الله كاين كاين السينما مع هشام جباري ان شاء الله اللي غنبداو التصوير ديالها في شهر 11 ان شاء الله لا نهائيا بالعكس انا عجباني ندخل المغامره ديال السينما لأنني جربتها مع حميد زيان وجربتها مع علي الطاهري في كلك سيكونس يعني عندهم في الفيلم ديالهم مي دابا متحمسه انني ندخل التجربه السينمائيه اللي هي كبيره ونشوف القدر نقدر نعطي فيها نقدر ما نعطيش فيها المهم كنقول للجمهور عواشركم بروكا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير في وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي